الساعة. كانت زمان على شكل عصاية بتحدد بيها الوقت على حسب حركة الشمس، وبعدين اتغير شكلها الحوت في شوية مية بتتسرب من فتحة صغيرة، وطور الفراعنة شكلها وبقت ساعة رملية. أما العرب صنعوها من النحاس وفضلت تتطور لحد ما وصلت للساعات اللي بتشتغل بالبطاريات، ومنها أشكال كتير زي ساعة الإيد والحائط.